موجز الأخبار، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعالية الندوة التثقيفية 28 التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 36 لتحرير سيناء. وحرص الرئيس السيسي خلال كلمته على إيضاح الجهود الهائلة التي تمت لإعادة بناء القوات المسلحة بعد عام 1967، موجها التحية والتقدير للقوات المسلحة على الإنجاز العظيم الذي تحقق خلال هذه المرحلة. نشرت صحيفة واشنطن بوست رسائل مسربة أظهرت أن قطر دفعت مئات الملايين من الدولارات لإرهابيين في العراق من أجل الإفراج عن عدد من مواطنيها وأفراد من الأسرة الحاكمة اختطفوا في العراق عام 2015. وأظهرت رسائل تذمر السفير القطري في العراق زايد بن سعيد من سعي الميليشيات المتطرفة إلى سلب أموال قطر منذ دخلت الدوحة في مفاوضات سرية لأجل تحرير مواطنيها. شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على التزام بلاده بوحدة سوريا وسيادتها ووقوفها ضد مشاريع التقسيم. وخلال اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لأستانا بموسكو، جدد لافروف تأكيده على أن الضربة الغربية على سوريا نسفت جهود التسوية السياسية. يواصل الجيش السوري تقدمه في جنوب دمشق في إطار عملياته العسكرية لطرد إرهابي داعش وجبهة النصرة من المنطقة. وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية، فإن وحدات من الجيش بإسناد من سلاحي الجوي والمدفعية واصلت تقدمها في منطقة الحجر الأسود، وتقدمت على عدة محاور من ناحية حيي القدم والمأذنية، وبسطت سيطرتها على عدد من الأبنية وسط حالات فرار من الإرهابيين. الختام، شكرا لكم.